بداية لما بدأت الثورة بسوريا كان عمري 17 سنة ولما كان عمري 17 سنة أنا اعتقلت وتصوبت طبعا ما كنت مصور بس تصوبت واعتقلت بأحد المظاهرات وتم اعتقالي تقريبا شهر كامل هو الشعور بالظلم وبعد ما صار الحرب داخل المدن هو من المساعدة للبلد أو أي شيء قررت أن أصور وأوثق الأشياء اللي عم تصير بحلب وأنها كان فكرنا هيدا الشيء رح يخلي العالم تحس بالشيء اللي عم بيصير وتشوفه وتنهي الحرب بس للأسف يعني بالنهاية ما كان مثل ما كنا عم نفكر في بداية كان أغلب شغلي أنا مع الدفاع المدني وأطلع شاركهم أثناء الإنقاذ وصور بداية الدفاع المدني هو عمل إنساني بامتياز ما كان لها علاقة بأي حدا من أطراف النزاع الدفاع المدني كان مختص عمله بإنقاذ الناس من تحت الإنقاذ بمساعدة الناس بمساعدة الصغير الكبير كان أغلب الضحايا بحلب همام الأطفال تركيزي على الأطفال كان هو سبب الأطفال أنها ما لها علاقة بالحرب كانت ضحية المجتمع ضحية الحرب أنهم ما لهم علاقة بأي شيء ما بيعرفوا نظام ولا بيعرفوا حر هم بيعرفوا أنه ما عم روح على مدارسهم أنهم يهتموا بسبب أني بس في حرب في بلادهم اخترت وركزت على تصوير الأطفال بسبب أن العالم كتير بيتأثر بصورة الطفل أكثر من صورة رجل وكان عندي عدة أقرباء في الدفاع المدني منهم والدي وابن عمي والدي استشهد بالدفاع المدني كان يقوم بإنقاذ طفل من تحت الإنقاذ والنظام استهدفه مرة أخرى غارة جوية في نفس المكان طبعاً موت والدي أثر كتير علي في البداية ما كنت مفكر أنه أقدر أكمل تصوير بس بعد أسابيع صرت أشعر بمعاناة الناس صرت أحس بالمعاناة اللي كنت عم صورها صرت أحس بالطفل اللي عم ببكي شو معناها أني فقد أبوه أو والد فقد ابنه أثر بشكل إيجابي أنه كنت صار عندي إصرار أكثر أنه أكمل وأصور بالذات المعاناة والأشياء اللي عم يصير بالضبط شو شعور الولد لما بيفقد والده وشعور الوالد لما يفقد ابنه شعور الامرأة لما تدور على ابنها من بين الجثث في الشارع كان له تأثير سلبي وإيجابي طبعا التأثير السلبي كنت كل ما أصور بعد وفاة والدي أي حدا فقد والده أو فقد ابنه كنت أشعر بالانهيار كان تصويره مرحلة طبعاً كانت كتير صعبة وبعد ما طلعنا من حلب هلا رح أكمل دراسة وإن شاء الله بنجح